السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. ما أهم سمات المنظومة الحزبية الصهيونية؟ إلى ماذا تستند تلك المنظومة؟ وهل ثمة اختلاف بين الأحزاب الصهيونية في الأيديولوجية والأهداف السياسية؟ ألا تتفق جميع الأحزاب الصهيونية على موقف واحد من قضية فلسطين؟ وما حقيقة التباينات في مواقفها؟ وفي زهرة المدائن معركة المقدسيين مع الاحتلال وانتصار إرادة الضعفاء، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين جدار الفصل العنصري الصهيوني. فابقوا معنا. بباب القدس أوقفني حمام الدوح أبكيها، بباب القدس أوقفني حمام الدوح أبكيها. ونادى القدس في خطر، فمن للقدس يحميها؟ فمن للقدس يحميها؟ سمعت أنين حسرتها وزفرتها ولوعتها وزفرتها ولوعتها. بباب القدس تاريخ تشبث في زقتها، يقاوم كل منتصب تدانى من هويتها. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تنجح أو بل تجنح العديد من القراءات للانتخابات الصهيونية ونتائجها وانعكاساتها إلى استقراء البيئة السياسية الراهنة والمكونات الحزبية ورموزها وتقسيماتها التقليدية يمينية يسارية دينية، دون استيعاب خصوصية المنظومة السياسية والحزبية الصهيونية الإسرائيلية، مما قد يتسبب بتحليلات واستنتاجات خاطئة. وفي هذه الحلقة نستقرأ سمات الظاهرة الحزبية المستندة إلى الأيديولوجية الصهيونية دون أن ننشغل بتحليل نتائج الانتخابات الأخيرة. ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ صلاح العواودة، الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشأن الصهيوني، لمناقشة هذا الموضوع، كما سينضم إلينا لاحقا عبر الخط الهاتفي الدكتور عمر جعارة، أيضا خبير في الشأن الصهيوني والإسرائيلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح معنا في هذه الحلقة. حياك الله ربك. دعنا نبدأ بمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. الحزبية الصهيونية من أكثر المنظومات تعقيدا، وتجنح العديد من القراءات للانتخابات الإسرائيلية ونتائجها وانعكاساتها إلى استقراء البيئة السياسية الراهنة والمكونات الحزبية ورموزها وتقسيماتها التقليدية بين يمينية ويسارية ودينية، دون استيعاب خصوصية المنظومة السياسية والحزبية الصهيونية، ما قد يتسبب بتحليلات واستنتاجات خاطئة، وتعكس كثرة الأحزاب الصهيونية مجموعة التباينات الداخلية والاختلافات الدينية والسياسية والاقتصادية وتنوع الخلفيات القومية والاجتماعية والثقافية، وهي اختلافات لا يزال المشروع الصهيوني قادرا على استيعابها والاستفادة منها، كما تعكس حالة من الحيوية السياسية في المنظومة الصهيونية. إسرائيل فيها الكثير من الاختلافات،
بسبب الهجرة التي هاجرت منذ الأربعينات والخمسينات وحتى اليوم. أجا إلى إسرائيل أثيوبيين، أجا روسيين، أجا ناس من فرنسا، من أمريكا، الفلاشة، أجا يهود شرقيين من بعض الدول العربية. هؤلاء عملوا تناقضات كبيرة أدت لتشكيل أحزاب وأحزاب متنوعة. وللمؤسستين العسكرية والأمنية دور أساسي في صناعة القرار السياسي، وتحظى المؤسسة العسكرية باحترام كبير في الوسط الصهيوني، فكيان العدو بتعبير آخر جيش له دولة يقوم بتأسيسها على مفاهيم القوة والأمن وفرض الحقائق على الأرض، على الرغم من كثرة الانشقاقات والاندماجات بين الأحزاب المختلفة تحقيقا لبورصة الانتخابات، ما يؤثر بشكل مباشر في نسيج كل قائمة. تحاول أن تقوي نفسها بفكرة القلق والعدو الخارجي، الإحساس أن هناك في تهديد للوجود اليهودي، وأنه بحاجة إلى كيان سياسي حتى وربط هذا الكيان السياسي بالفهم الديني، جعل هذا التنوع يعني يتجذب ويتكيف ويكيف نفسه مع مطالب بين قوسين مصلحة الدولة اليهودية. فكأنما الأحزاب الصهيونية هي أحزاب أو تيارات في الحزب الأم التي هي الحركة الصهيونية، والتي أثبتت مرونة كافية لاستيعاب التيارات المختلفة، كما أثبتت التيارات الصهيونية يسارية ويمينية ودينية وثقافية إمكانية التعايش والشراكة في الحكم في أجواء الاختلاف، وظلت الأفكار السياسية اشتراكية ليبرالية علمانية تمثل مضامين فكرية مضافة إلى بنية الأيديولوجية الصهيونية، يمكن حذفها أو الاستغناء عنها أو عن بعضها عند الحاجة دون أن تتأثر البنية الأساسية. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وأهلا بضيفي الأستاذ صلاح العواودة، الكاتب المحلل السياسي الخبير في الشأن الصهيوني. نناقش اليوم سمات المنظومة الحزبية الصهيونية، ونتعرف أكثر على طبيعة هذه الأحزاب ومكوناتها والسمات المميزة لها عن غيرها من الأحزاب الفلسطينية والعربية وحتى أحزاب الغربية. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح معنا في هذه الحلقة. لا شك أن هناك تباين واضح بين سمات هذه المنظومة الحزبية وغيرها من الأحزاب التي نعرفها أو نسمع عنها. في البداية، ما أهم سمات المنظومة الحزبية الصهيونية قبل أن ندخل بالتفاصيل الدقيقة لكل سمة من السمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن الأحزاب الصهيونية يعني الحديث عن الانقسامات داخل المجتمع الصهيوني. فمن المعروف أن المجتمع الصهيوني ليس كتلة واحدة وليس يعني ذو صبغة واحدة، فهم قادمون من عدة بقاع من العالم ولديهم تباينات اجتماعية، وهذه التباينات ألقت بظلالها على الأفكار السياسية التي يحملونها. من بداية ظهور الحركة الصهيونية كان هذا الانقسام واضحا في داخلها قبل أن ينضم لها اليهود الشرقيون. كانت كحركة أساسا يهودية غربية ظهرت في شرق أوروبا، وكانت الأفكار في ذلك الوقت هي بين اشتراكية وبين رأسمالية ليبرالية، وبالتالي كانت قيادات الحركة الصهيونية الأولى والمؤسسون للحركة الصهيونية ينقسمون بين هذين التيارين، بين الحركة الصهيونية والحركة الصهيونية الإصلاحية. الحركة الصهيونية كانت التيار الأغلب وهو التيار الأقوى، وهو تيار اشتراكي يتبنى الاشتراكية وحتى أسماء الأحزاب والكتل، العمال واتحاد العمال وما إلى ذلك، والبعير والعامل الشاب، وفي هذا السياق يعني سياق عمالي اشتراكي. ثم ظهر التيار أو كان في يوازي هذا التيار تيار أقل منه قوة، وهو التيار الرأسمالي، تيار جيبوتينسكي، وتسمى الصهيونية الإصلاحية. وبالتدريج تطورت تيارات أخرى مع تطور المشروع الصهيوني. كان التيار الثالث الذي أيضا ظهر منذ ثلاثينات القرن الماضي هو تيار همزراحي. همزراحي كان التيار الديني في داخل الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية كانت عموما حركة علمانية ملحدة معادية للدين، ولكن أيضا انضم لها تيار ديني وإن كان تيار قليل، وما زال هذا التيار يعني امتداداته لم تكبر كثيرا في المجتمع الصهيوني. وبالتالي أول ثلاث تيارات كانت، أو نستطيع أن نقول تيارين بين يمين ويسار علماني، ثم أضيف لها تيار ديني،
ومع تطور الثروات وقدوم المهاجرين الآخرين، كلما زاد عدد المهاجرين من بلد معين زاد الانفصال داخل هذه الأحزاب، وأقيمت وأنشئت أحزاب جديدة لتمثل هذه الأفكار الجديدة والخلفيات الاجتماعية الجديدة. هذه النقطة تحديدا سأسأل فيها الدكتور عمر، كثرة الأحزاب وتوالي ظهور أحزاب جديدة، هذه سمة مميزة جدا للمنظومة الصهيونية أو الحزبية الصهيونية. دكتور عمر أهلا بك معنا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ومرحبا بك عبر الرافدين وفي برنامج من فلسطين. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. الله يحييك دكتور. إذن السمة المميزة ومن أهم السمات هي كثرة الأحزاب الصهيونية وتوالي ظهور أحزاب جديدة، كديمة من بعدها ظهرت أحزاب أخرى، والآن في الانتخابات الأخيرة أبيض أزرق وغيرها من الأحزاب الجديدة. هذه السمة تحديدا ماذا تعكس في المشهد الحزبي الصهيوني؟ لأن النشاط للصراع للوصول إلى رأس الهرم السياسي أي الانتخابات من قبل الأحزاب المتعددة الإسرائيلية، فهذه الأحزاب الإسرائيلية قائمة على حقيقة ثابتة وهي البعد الفكري الأيديولوجي. كل هذه التقسيمات التي سمعتها من ضيفكم الكريم، تيار إصلاحي وتيار غير إصلاحي وتيار اشتراكي وتيار ليبرالي أو يؤمن بالحرية، كل هذا تفصيلات تقسيمات خاطئة للفكر الصهيوني. ومنهم من قال إنه الإسرائيل الحركة الصهيونية حركة علمانية، ومنهم قال كل ذلك يتأثر بالأطروحات الغربية بكل ما تعني هذه الكلمة. لو أخذنا نتنياهو وجينتس وسألنا ما الفرق بينكما لن نجد فروق. لو أخذنا دافيد بن غوريون وأخذنا موشى شريط وتكلمنا ما الفرق بينهما أيضا لا شيء، كلاهما يؤمنون بأن هذه أرضهم وهذه عطية يهوه رب إسرائيل لهم وهذه أرض الميعاد. هذا البعد هو الأساسي في كل الأحزاب الإسرائيلية، والخلافات التي تنعكس عليهما هي نفس الخلافات التي أشارت لها أصفار العهد القديم. فمثلا أضرب مثل حتى يكون لنا حقيقة فيما أقول، عندما كاد هرتزل أن يقترب من إيمانه في أرض بديلة عن فلسطين، سواء كانت أوغندا أو العريش أو أي مكان آخر أو الأرجنتين على سبيل المثال، فعندما عرض ذلك في المؤتمر الصهيوني الأول أرضا بديلة عن أرض الميعاد، قذف بالأحذية لا بديل عن أرض الميعاد، لا بديل عن أرض يهوه رب إسرائيل، لا بديل عن الأرث التي أعطاه الله لإبراهيم وإلى آخره. هذه النقطة أساسية في معرفتنا للفكر الإسرائيلي، وأؤكد على هذه الحقيقة بالأمور التالية. مرة ثانية لو جمعنا أي شخصية، نذهب إلى مئير لبيد وهو الذي نعت على لسان يهود على لسان عبادية يوسف مؤسس حزب شاس على أنه هو والده شياطين لأنهم أعداء لليهودية. ولو ذهبنا إلى يهودوت هالتوراة ليتسمان، وذهبنا إلى ليبرمان إسرائيل بيتنا، وهما من أكثر الخصوم الآن في النظام السياسي وهم أكبر العقبات في تشكيل الحكومة الخامسة لنتنياهو، ما الفرق بينهما؟ لا شيء سوى التمسك بأسفار العهد القديم وتعاليم العهد القديم، عدم تدنيس السبت، عدم التجنيد، عدم تجنيد الطلاب الذين يدرسون العهد القديم إلى آخره. نعم. إذن الفكرة الأساسية بالفكرة الصهيونية هي واحدة، هي أسفار العهد القديم. نعم وصلت الفكرة دكتور، أرجو أن تبقى معي، أرجو أن تبقى معي دكتور. أتكلم عن دافيد بن غوريون يعني في نصف دقيقة حتى أقل من نصف دقيقة. قال دافيد بن غوريون لا يمكن أن تقام دولة إسرائيل إلا إذا عدنا إلى اليهودية، فاليهودية هي التي أنبتت لنا الإسرائيلية وأنبتت لنا الصهيونية. نعم. صهيونية بدون يهودية لا شيء، إسرائيلية بدون يهودية لا شيء، كن يهوديا تكن صهيونيا وإسرائيليا. أشكرك دكتور وأرجو أن تبقى معي. أستاذ صلاح، هل ما تفضل به الدكتور يدعمه
تدعمه السمة التالية. السمة التالية هي سمة الانشقاقات والاندماجات في هذه الأحزاب. كثيرا جدا ما نلاحظ بأن هناك انشقاقا حصل في حزب ما وحصل اندماج في حزب آخر. هل هذا يعني بأن هناك تشابه كبير جدا بين هذه الأحزاب في الفكرة وفي الممارسة؟ هو يوجد تناقض. أولا هم يتفقون على العداء لنا، يتفقون على فلسطين، وبعد أن عقد المؤتمر الحركة الصهيونية اتفقوا جميعا على أن فلسطين هدفهم ومشروعهم وأننا أعداءهم، وما زال العداء للعرب والعداء الفلسطينيين هو الشيء الوحيد الذي يوحدهم. لا أقول الأقوى أو أهم عنصر للتوحيد، ولكنه الشيء الوحيد. لكن هذا لا يعني أن لا يوجد بينهم عداء أو لا يوجد بينهم خلافات. بعيدا عن العداء لنا، الخلافات بينهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم أشد لبعضهم عداء من عدائهم لنا. يعني التكفير، تكفير التيار الحريدي وتيار المتدين للتيار العلماني من الحركة الصهيونية، العداء بينهما أشد من عدائهم لنا. العداء بين الشرقيين والغربيين، لديهم انقسامات يعني حقيقية في داخل هذا الكيان، وما يوحدهم فقط أولا العداء لنا، وأننا لا نفرق بينهم. حقيقة هذا عنصر مهم جدا من طرفين، نحن لا نفرق بينهم وبالتالي نوحدهم ضدنا تلقائيا. وأيضا الداعم الخارجي لهم، الاستعمار رعاهم بشكل جماعي ووفر لهم كل سبل الحياة ككيان اصطناعي. ومن هنا لا تناقض، يوجد ما يوحدهم هو عداؤنا، ويوجد انشقاقاتهم الداخلية العميقة جدا، وبالتالي هم ينقسمون شتى الانقسامات، ليس فقط يعني لا ينقسمون على فلسطين، لكن ينقسمون على فلسطين على أساس ديني أم على أساس وطن ديمقراطية يهودية كما أراد بن غوريون. اليوم هناك تقريبا يعني إجماع على أن ما يحصل في إسرائيل مثلا هو على نقيض ما أراده بن غوريون أولا. بن غوريون يلومونه أنه أحضر اليهود المتدينين إلى فلسطين، وهو أراد أن تكون دولة يهودية، لأنه يعرف أنه بدون اليهودية وبدون الربط بالجذور التاريخية هذه الدولة مشروع استعماري وسينتهي سريعا. وبالتالي ملأ الدولة بالمتدينين، أحضر المتدينين من شتى أنحاء العالم، خصوصا اليهود العرب أو اليهود الشرقيين الذين هم جاليات متدينة أساسا، أحضرهم. واليوم تشكلوا في أحزاب، وهذه الأحزاب بدأت تعادي الحركة الصهيونية وتعادي المؤسسين للحركة الصهيونية من اليمين واليسار، ويستشهدون بأقوالهم المعادية للدين اليهودي، وبالتالي لديهم انقسامات حقيقية. وهذا أعطى أن الدولة اليوم هي دولة مختلفة عن الدولة السابقة. هذا لا يعني أن تيار منهم يحبنا وتيار يكرهنا، لا، كلهم يكرهوننا، كلهم يريدون فلسطين لهم، كلهم يتسابقون في قتلنا وفي الاعتداء علينا، لكن لا يعني أن لا يوجد بينهم عداء أو أن العداوة بينهم قليلة أو خفيفة. تمام. دكتور عمر، يعني إذا لاحظنا أن سمة مهمة من سمات المنظومة الحزبية الصهيونية هي الاندماجات والانشقاقات، وفي نفس الوقت هناك سمة أخرى هي القدرة الكبيرة على التعايش بين هذه الأحزاب والوصول إلى حلول وسط، كيف تفسر ذلك؟ نعم، أولا الأحزاب الإسرائيلية لو أستطيع أن أذكرها لك، من مبام، من حزب دافيد بن غوريون حتى الأحزاب القائمة الآن، الانشقاق السياسي لا يعني انشقاق فكري وأيديولوجي مطلقا. وبالتالي طالما أن العداء، عداءهم للعرب هو الذي يوحدهم، فإن عداءهم هم لا يوحد العرب، وبالتالي المسألة سياسية قائمة على بعد فكري ثابت واكد. بل انظر ماذا يقول البابا الفاتيكان، يقول كل مسيحي في العالم في قلبه يهودي، لأنه يؤمن بالعهد القديم كما يؤمن بالعهد الجديد. الآن لا نريد أن نقول صراعنا ديني ولا غير ديني ولا اشتراكي ولا غير اشتراكي، كل هذه مصطلحات لا قيمة لها من المنظومة القائمة على علم مقارنة الأديان. الآن شارون، أليك شارون، هو انشق عن الليكود وشكل قديمة، وتسيبي ليفني انشقت عن قديمة وشكلت الحركة. الآن أزرق أبيض هو من ثلاث أحزاب، تيلم موجي أيلون والحصان الإسرائيل والمستقبل للنبيل. نتنياهو رفض توحيد الأحزاب اليمينية، وإنما طلب بتوحيد الأحزاب اليمينية الذي ظهر تحت اسم الاتحاد اليميني،
بقيادة الرأف بيريس واللي منه سموتريت، لكن هذه الصيغات الوحيدة التي تم بها الاتفاق. الآن كحلون بسبب بالكاد اجتاز خط الحسم وحصل على 4 مقاعد فقط، وهو كان عنده 10 مقاعد، بمعنى أن حزبه قد انهار، ويطالب الآن بعودة الاندماج في حزب الليكود، ونتنياهو لغاية الآن يرفض ذلك. إذن الانقسامات والذي تحالفات انتخابية أكثر منها فكرية أيديولوجية، بدليل ما الفرق ما بين إسحاق شامير وأليك شارون وستيف ليفني وكلهم لوكوديين؟ طيب أصلا كل هذه الشظايا الحزبية هي خرجت من رحم الليكود. كحلون لوكودي، ليبرمان كان منصب كبير في الليكود، وكذلك بنت ليكودي، والآن شاكيد الذي تعتبر هي عارضة أزياء للفكر السياسي الإسرائيلي هي تريد الاندماج إلى الليكود. كل هؤلاء شظايا ليكودية، ورحم الليكود أخرجهم كلهم، ولذلك نتنياهو يعتبر نفسه زعيم اليمين وليس فقط زعيم الليكود. إذن الانشقاقات والإجهاد هي على خلفية اختراق خط الحسم في الانتخابات. وعندما يشعر نفسه، موغي أيلون كان مرشح بكل الاستطلاعات لا يتجاوز خط الحسم، وكذلك كحلون لا يتجاوز حتى خط الحسم، وفريكلين هو من أكثر المتطرفين لم يجتاز. وبالتالي أصبحت القضية قضية انتخابية فقط وليست فكرية، إنما أنا أريد أن أصبح عضو كنيسة. تمام، أرجو أن تبقى معي أستاذ صلاح. في ناحية أخرى، كيف تؤثر المؤسسة الحزبية والأمنية في منظومة أو الحياة الحزبية الصهيونية؟ لأن عددا كبيرا من القادة الأمنيين والعسكريين عندما يتقاعدون يذهبون للعمل السياسي من خلال تشكيل أحزاب أو الانضمام إلى هذه أحزاب معينة. هو هذه المسألة تعيدنا إلى تأسيس الدولة. منذ الدولة أسست على يد أحزاب ذات أذرع عسكرية، شاركت في الحرب ضد الفلسطينيين كعصابات إرهابية وأقامت الدولة، وبالتالي ارتبط الكيان الحزبي أو المنظومة السياسية الإسرائيلية الداخلية بالجنرالات، بالقادة العسكريين. لكن أنا أريد أن أضيف إلى ما قاله الدكتور عمر جعارة، وهو أن ليست كل الانقسامات متشابهة يعني داخل المجتمع الصهيوني، وليست ذات الخلفية نفسها. يعني هناك خلفية أيديولوجية بين اليمين واليسار، يعني لا يوجد انقسام بين اليمين واليسار على حساب حظوظ شخصية، أو لأنه يريد أن يكون رئيس الحزب في اليمين فلا ينجح فينشئ حزبا لليسار، لا، هو ينشق ويبقى في اليمين، وبالتالي هناك كتلة يمين وكتلة يسار. يعني حزب مباي قبل 48 وتجمع الليكود وتكتل الليكود هي أحزاب يمينية، هذا من جيبوتينسكي وهذا من بن غوريون، وهذه الأحزاب تتفرع وتتجمع حتى اليوم، لكن لا تختلط. يعني هناك أحزاب في الوسط تحاول أحيانا أن تجمع من الطرفين، مثل حزب كديمة وتجارب مختلفة حصلت في تاريخ الكيان الصهيوني. وفي الجهتين يأتي قادة عسكريون، القادة العسكريون في البداية كانوا يسيطرون على الأحزاب اليسارية أيضا، لأن الأحزاب اليسارية هي التي من أقام الدولة. فبن غوريون كان رجل عسكري، وبعد ذلك شهدنا موشي ديان وشهدنا إسحاق رابين وشهدنا على مستوى القائد الأول ثم إيهود براك. وبدأ اليمين أيضا بضم جنرالات له فيما بعد، ودخول كرجال عسكريين للحزب والمنافسة على قيادة الحزب. رأينا إسحاق مردخاي وصل إلى رتبة وزير الدفاع في حكومة نتنياهو الأولى، وتجند بعض الجنرالات إلى حزب الليكود متأخرا، وهذا أيضا ينسجم مع السياق التاريخي للكيان، أنه كان يساري ثم تحول لليمين، فبدأ الجنرالات يذهبون إلى اليمين بدل اليسار بناء على تطور الحركة السياسية. إضافة إلى انقسام الثالث كان وهو الانقسام مع الدينيين، الدينيين لديهم انقسامات داخل المعسكر الديني حسب
الكراسي، مثلا حزب شاس حزب ديني انقسم بين آري درعي وإيلي شاي بناء على حب الكراسي، وأن كل منهم يريد أن يكون رئيسا للحزب فأصبحوا حزبان. البيت اليهودي، يهدو تاتورا، المفدال سابقا، كل هذه الأحزاب تنقسم بناء على الأهواء الشخصية، لكن تبقى في المعسكر الديني. يعني المتدينون يبقوا يتقسموا ويتجمعوا في داخل نفس المعسكر، كتلة المتدينين. اليسار يتجمع في كتلته واليمين يتجمع في كتلته، وأحيانا تظهر أحزاب كأحزاب الوسط مثل كديمة وغيرها تجمع بين التيارين، لكن تقدم مرحلة سياسية وتنتهي، لأنه في النهاية تجذر اليميني موجود وتجذر اليساري موجود. يضعف اليسار لكن يبقى يسار، وتبقى انقسامات في داخل اليسار. اليوم أكثر ما يؤخذ على غانتس هو أنه لا يستطيع أحد أن يحدد يمين أو يسار. نتنياهو من صنفه يسار، لكن هو فعل كل شيء حتى يكون يمينيا. خطابه يميني، نظرته للفلسطينيين للتسوية يمينية، خطابه للجمهور خطاب يميني. ولأن الفكر اليساري أساسا انتهى في المجتمع الصهيوني. اليسار ككل حصل على 6 مقاعد من في الكنيسة من أصل 120 في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي لا يستطيع لا جنرال ولا غيره أن يصعد إلى الحكم باسم اليسار يوم، لأن فكرة اليسار انتهت. والجنرالات أصبح الأبواب المفتوحة لهم في صفوف اليمين. أما عن دور العسكريين في الأحزاب السياسية غير تأسيس الدولة، أن هذه الدولة أساسا هي قائمة على الجيش، يعني هذه مؤسسة عسكرية في الأساس، دولة احتلال قائمة على مؤسسة عسكرية. هم يقولون أننا نختلف عن شعوب العالم، في شعوب العالم يوجد شعب له جيش، نحن جيش لديه شعب. أولاً أسست جيش، أولاً هذا تاريخياً يعني استقراء تاريخي، أسست حركات عسكرية قاتلت واحتلت فلسطين، ثم أنشأت الجيش، والجيش بدأ يشكل مجتمع ويشكل شعب، وهذا بعكس منظومات الشعوب تاريخياً. وبالتالي يبقى دور العسكري والقائد العسكري وعدد الرتب اللي على الذي على كتفه والأوسمة على صدره هو يعني أسهل طريق لإدخاله للمعترك السياسي والمنافسة، وهذا السبب الذي جعل غانتس أن يأتي صفر سياسة، يأتي من العسكرية مباشرة ويحصل رقم مقاعد ينافس فيه به نتنياهو مع جنرالين آخرين يعلون وأشكنازي. وبالتالي العقلية العسكرية، عقلية الاحتلال، عقلية تأسيسية، وليس بالمناسبة ليس في الأحزاب السياسية فقط وجود العسكر، كل مؤسسات الدولة يقودها العسكر، مؤسسات حقوق الإنسان، بيت سالم ضابط عسكري يقودها، شركات التصنيع ضباط عسكريين، مراكز الدراسات ضباط عسكريين، جنرالات سابقا، فالشركات التي تستورد السيارات وتبيع السيارات هم جنرالات سابقا، الذين يبيعون التكنولوجيا الهاي تك للعالم اليوم هم خرجوا المؤسسة العسكرية، حتى كبار الأطباء عندهم خرجوا المؤسسة العسكرية، مدراء المستشفيات. المؤسسة العسكرية في إسرائيل هي الحاضنة التي تخرج الكفاءات لكل مناحي حياة الدولة، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون الحلبة السياسية أيضا هي حلبة لهؤلاء الجنرالات كي يتصارعوا فيها. أشكرك على هذه الإجابة. دكتور عمر، تحدثت في الإجابة عن السؤال الأول عن الأيديولوجية الصهيونية وكيف أنها مكون أساسي للأحزاب الصهيونية، هل من توضيح لذلك؟ نعم، أريد أن أؤكد أن المستوى العسكري في قمة الهرم السياسي في دولة إسرائيل لم يحصل إلا لثلاث شخصيات حتى الآن منذ عام 1948 حتى 2019. بمعنى لم يحصل هذا إلا عند أليك شارون وعند إسحاق رابين وعند يهود باراك. وبالتالي المستوى العسكري للوصول إلى قمة الهرم السياسي في دولة إسرائيل أمام العدد الكبير من رؤساء إسرائيل من المدنيين، وسواء كان خلفيتهم عسكرية أو غير عسكرية أو زعماء تنظيمات هنا وهناك، أما مستوى جنرال عسكري مثل إسحاق رابين وشارون ويهود باراك لم يحصل إلا لهؤلاء الشخصيات الثلاثة، ولم يعمروا في إدارة الدولة. فيهود باراك لم يستطع علما أنه وصل إلى السلطة السياسية ليس كونه جنرالا وإنما كونه زعيما لحزب العمل. وبالتالي كذلك شارون لم يصل إلى رأس الهرم السياسي في دولة إسرائيل إلا كونه زعيما لحزب كديمة، وكذلك ينطبق على إسحاق شامير كأنه زعيما لحزب العمل.
مرة ثانية إن البعد الأيديولوجي في قيام دولة إسرائيل هي البعد الفكري الأيديولوجي النابع من المنبع الوحيد وهو أصفار العهد القديم. وإذا ذهبنا إلى أي نظام سياسي في العالم سنجد الفكر هو الأساس. إذا ذهبنا إلى النظام الشيوعي فنجد الفكر الشيوعي هو الأساس. وإذا ذهبنا إلى النظام الرأسمالي فنجد الفكر الرأسمالي والذين كتبوا في الرأسمالية والذين كتبوا في الشيوعية هم الأساس في هذا النظام الرأسمالي أو هذا النظام الاشتراكي. إذن الفكر هو الأساس في كل شيء، وأهم شيء الفكر، لأن الفكر مقطعه الرأس ومقطعه العقل والدماغ، والرأس أهم شيء في الجسد. وبالتالي لا قيمة للمقاتل بدون فكر، ولا قيمة للمقاتل بدون إيمان. هؤلاء آمنوا كما ورد بالعهد القديم أن هذه أرضهم، هذا إرثهم، هذا طابو يهوى رب إسرائيل لهم. الفلسطينيون يجب أن يقتلوا، أن يحرقوا، كما ورد بهذه الاقتباسات الذي يجب أن يلقى عليها الضوء بكل شاشات العالم، أن أول من حرق الناس بالأفران هو داود العهد القديم، وليس أول من حرق الناس في العالم هو النازيون الذين حرق الألمان اليهود. أما هذا فقد حرق بني أمون في آتون الآجر، ومشط الناس بفؤوس الحديد. إذن القتل والإجرام والسحل والحرق والكذا هو سمة لا يتجزأ من ثقافتهم، ولذلك هم يتباكون وكأن دولة إسرائيل قامت بسبب الهولوكوست عام 1945، وأنا أركز على البعد الفكري الأيديولوجي، مع أن دولتهم انشئت منذ وعد بالفور بعد الحرب العالمية الأولى، ولا يوجد أي صلة ما بين وعد بالفور واتفاقات سايكس بيكو وحوادث الهولوكوست في من حوادث الحرب العالمية الثانية. البعد الفكري والأيديولوجي هو الأساس لفهمنا عن أي منظومة إسرائيلية. انظر، إسرائيل من العهد القديم سمت كل فلسطين على أسماء ورب بأصباط يعقوب أو أبناء يعقوب كما يذكر بالعهد القديم، وللأسف بعد هذه الأفكار تسربت إلى ثقافتنا. انظر، يقسمون منطقة دان، منطقة جاد، منطقة يهوذا، منطقة سامر، وكلها أسماء من أسماء العهد القديم. الجغرافيا في دولة إسرائيل من العهد القديم، الكنيسة وأعضائها من العهد القديم، أفكارها، حروبها، أسماء حروبها من العهد القديم، اسمها إسرائيل من العهد القديم. وبالتالي هي دولة دينية فندلستية أصولية بامتياز، وهذا ما يؤخذ على الولايات المتحدة الأمريكية أنها تحارب الحركات الدينية ولا تحارب دولة إسرائيل أو من يتخذ الدين منهجا له بهذا الشكل العنيف في هذه الحروب الطاحنة في المنطقة. انظر ماذا فعلت إسرائيل في الأسرى المصريين عام 56، انظر ما فعلت إسرائيل في مدن القناة عندما دمرتها عن فكرة أبيها ممتلكات لخمسة مليون مصري، أربعة مليون مصري، انظر ما فعلت إسرائيل في العراق، في المفعل النووي، في سوريا، في كل مكان. هذه الدولة قائمة على بعد فكري أيديولوجي، ولا توجد دول في التاريخ بدون أفكار. الإنسان بدون فكر لا يساوي شيء. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعارة، خبير في الشأن الصهيوني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الضفة المحتلة. دكتور أستاذ صلاح، ونحن نتحدث في هذا الموضوع، يعني من 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 الطبيعي أن يقارن الإنسان بين هذه المنظومة الحزبية وبين منظومتنا الحزبية على صعيد القضية الفلسطينية. ما أوجه الشبه والاختلاف؟ أولا هو تختلف بشكل كبير، يعني في أكثر من ميزة. أولا التعددية، هذا الطيف الواسع من الأحزاب في الكيان الصهيوني نادرا ما تجده في أماكن أخرى في العالم، ليس عند الفلسطينيين فقط بل في أي دولة أخرى في العالم، وهو نتيجة التشظي في داخل المجتمع الصهيوني كما تحدثنا، وكثرة النزاعات الداخلية. الدول الراسخة أو الشعوب الراسخة غالبا تحتوي على تيارين
حزبيين بين محافظ وليبرالي، يعني كما في بريطانيا أو كما في أمريكا الجمهوري والديمقراطي، لكن المسألة في داخل الكيان الصهيوني تجد بين الديني والعلماني وبين الشرقي والغربي وبين الليبرالي والراديكالي، هذه تقسيمات لن تجدها إلا في الكيان الصهيوني. لكن ما يميز الكيان الصهيوني، وأعتقد أنها مسألة مهمة ويجب التعلم منها، يعني يجب أن تتعلم من القاتل كيف يحد سكينه ولا تتعلم منه القتل. في الكيان الصهيوني يوجد منظومة لتسوية الخلافات منذ نشأة الكيان الصهيوني، منذ الحركة الصهيونية وقبل أن يصبح هناك دولة اسمها إسرائيل، وكان لديهم منظومة لتسوية الخلافات ويرجع لها في حالة أي خلاف. أيضا احتكموا إلى صندوق الاقتراع، يعني هذا التعددية وهذا الخلاف بين التيارات، وهي خلافات عميقة، سمحت لهم بأن يؤسسوا هذا الكيان وأن يصبحوا دولة ديمقراطية يفاخروا بها في العالم. فهذا لم يحصل عبثا، كان هناك اتفاق على احترام الاقتراع، احترام مؤسسات الاقتراع يقترعون بها ويسلمون لقرارها، وهذا منذ ثلاثينات القرن الماضي عندما أنشئت ما يسمى كنيسة إسرائيل، وليس هو الكنيسة الحالي الذي هو يمثل البرلمان في الكيان الصهيوني. سمي كنيسة إسرائيل كل أعضاء الاستيطان الذين كانوا في فلسطين في ذلك الوقت، وكل مستوطن صاحب حق اقتراع هو كان عضو في كنيسة إسرائيل أو ما سمي كنيسة إسرائيل، وكانت العضوية اختيارية، من لا يعترف بهذا الجسم وبهذه المنظومة السياسية يبقى في الخارج، لكن من يعترف بها وينضوي تحتها يقترع، وكان ينبثق عن هذا الجسم اللي هو مثل القاعدة أو مثل الجمعية العامة، ينبثق عنه أسفاتها بحريم، وهي مثل مجلس نيابي، مجلس نيابي ينبثق عن هذا المجموع الكلي للمستوطنين، ثم ينبثق عن بانتخابات، يتم انتخاباته 80 لكل واحد أو واحد لكل 80 من أعضاء الكنيسة ينتخب، يكون له ممثل في أسفاتها بحريم، وأسفاتها بحريم انتخبت من داخلها اللجنة القومية بمثابة حكومة لتدير شؤون المستوطنين في فلسطين الداخلية، ولتتحدث باسمهم مع الانتداب البريطاني ومع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة. وبالتالي تم التأسيس لمنظومة تسوية خلافات، منظومة اقتراع، منظومة يحترم رأيها، يختلف جميعاً، يتقاتلوا أحياناً، لكن يحتكموا إلى هذه المنظومة، يحتكموا إلى منظومة لتسوية الخلافات بينهم، يتقاضون إليها ويحترمون النتائج التي تصدر عنها. وهذا ما نحتاج أن نتعلم منه، كيف كل هذه الخلافات العميقة بينهم، لديهم خلافات أكثر منا بكثير، لدينا حب السلطة، نحن نتصارع على السلطة، سواء إسلاميين أو قوميين أو علمانيين، كلنا نتصارع على السلطة، وهذا الصراع على السلطة طبيعي في البشر، وحب الجاه آخر ما ينزع من قلوب الصالحين، فكيف في غير الصالحين؟ ولكن هم اخترعوا فكرة أنه انقسم وشكل حزب آخر وتنافس في الانتخابات. حب السلطة لا يعني الاستبداد، لا يعني أن أقصي الآخر أو أقتله، نشكل أحزاب ونتنافس ونقدم مشاريع ونقترع في النهاية وما وتحصل على نسبتك. هذا السبب عندهم أنه يوجد عدد كبير من الأحزاب، أحيانا يزيد عن 20 حزب المتنافس في الانتخابات، هذا غير الأحزاب التي لا تحصل نسبة الحسم. في النهاية يعطي كل إنسان فرصته ليُنافس، ليطرح برامجه، ليُجند ناخبيه ويتنافس في الكنيسة، هذا يمنع الاقتتال الداخلي، هذا يمنع الانقسامات. أما عندما يكون هناك قمع باسم مصلحة الأمة أو مصلحة الشعب أو عدم شق الصف وما إلى ذلك، هم كانوا أحوج الناس إلى عدم شق الصف. نعم. في الثلاثينات عندما كانوا يقاتلوا العرب وبعضهم حتى قاتل البريطانيين وكانوا مكروهين من كل العالم، كانوا في أمس الحاجة إلى الوحدة، فكانت الوسيلة للوحدة هي أن شكلوا أحزاب كثيرة، ولكن اتفقوا على انتخابات هي تفرز من يقود الجميع، وهذا ما نحتاجه اليوم. حماية الوحدة الوطنية هي بانتخابات تفرز قيادة معترف بها تحظى بشرعية من الجميع، وليس بإقصاء طرف للآخر أو قمع طرف للآخر. نعم، وهذا ما أطلق عليه الصهيونية التوفيقية، وهذا مصطلح جرى نحته، يبدو أنه أصبح ممارسة عملية بين هذه الأحزاب. نعم،
فكرة الجمع بين التناقضات هم أبدعوا فيها حقيقة، واستطاعوا أن يذللوا كل هذه العقبات في داخل المؤسسة التشريعية من خلال الانتخابات ومن خلال مؤسسة القضاء. هم رسخوا أيضا مؤسسة قضاء ما زالت حتى الفلسطيني يلجأ لها لإنصافه أمام جيش الاحتلال وأمام مؤسسات الدولة. مؤسسة قضاء تلعب دور كبير جدا في إنهاء الخلافات، حتى الخلافات داخل الكنيسة. يعني هناك قوانين يتم الخلاف عليها في داخل الكنيسة ويكون الخلاف حاد، في النهاية يتقاضوا إلى مؤسسة القضاء للحكم هذه التشريعات هل هي مناسبة أو غير مناسبة بناء على اعتبارات كثيرة، منها وثيقة الاستقلال الأصلية التي نصت أنها دولة ديمقراطية يهودية. وبالتالي تلعب مؤسسة القضاء التي تحظى باحترام حتى هذا اليوم، تحظى باحترام من الجميع، بإنهاء الخلافات حتى في إطار المؤسسات التشريعية نفسها. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح العواودة، كنت معنا في هذه الحلقة. وأنتقل بكم إلى فقرة أخرى وهي زهرة المدائن، وفي هذا اليوم نتحدث عن معركة المقدسيين مع الاحتلال، مراحل هذه المعركة، وفي النهاية انتصار إرادة الضعفاء. فالمتابعة. مهدي عبد الهادي، رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية في القدس. احنا مرينا في ثلاث محطات كانت تعتبر ثلاث معارك. الأولى كانت عض أصابع، إغلاق الأقصى، منع الناس من الدخول، وإغلاق القدس وحصارها وإغلاقها. كيف نتألم بالأسر وكيف هم يسيطروا بالقوة. تمكننا من تحمل الألم، تحمل المعاناة، وصمتنا أمام هذا الإغلاق. المحطة الثانية كانت تكسير عظم أو تكسير أبواب وكمرات، ومرينا فيها 14 يوم صلينا بالشوارع، وكانت الشوارع بالنسبة لنا سجادة الصلاة إلى الأقصى. نجحنا في تكسير الأبواب وتكسير الكمرات، وهذا الصمود الأسطوري لأهل القدس، 100,000 مواطن بالشوارع. انتقلنا إلى المعركة الثالثة وهي شد الحبل. تركوا الحبل لنا، بمعنى فتحوا الأبواب. دخلنا يوم الخميس، تعبدت الناس، هرعت العالم إلى تأكيد هويتها وانتمائها والتصاقها بالمسجد الأقصى المبارك، جزء من قناعة وجود الفلسطيني هو الأقصى، هو هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية أيضا. في اليوم التالي الجمعة أعادوا في سحب الحبل مرة أخرى، بمعنى منع الناس يدخلوا تحت العمر 50، تقليم الأظافر، بمعنى اعتقالات، اقتحامات. استمرت عملية الإغلاقات في الأحياء، ونحن الآن لا نزال في معركة شد الحبل، يوما معنا ويوما علينا، يوما معنا ويوما لهم. الفلسطيني في القدس شعر لأول مرة أنه لوحده، وكانت الرسالة لا تخف إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. التفاعل الأساسي كان في نهوض مرجعيات دينية مقدسية، اجتمعوا، اتفقوا، أصدروا نداءات وليس بيانات، نداءات إلى أهل القدس. أنت لست مقيم، أنت صاحب البيت، أنت الأهل، يا أهل القدس هبوا معنا لحماية هذا المقدسات. لا أثق بأحد ولا ولاء لأحد ولا أستنسخ تجربة أحد. الجواب كان صمود مقاوم من أجل الكرامة، resist to exist for your dignity. بدون الأقصى ليست هنالك القدس، ليست هنالك فلسطين، ليست هنالك مواطنة أو التصاق بهذه الحياة. كانت أقصى ولا يزال بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين قادوا هذا الحراك الوطني هي مرجعيتهم وهي عنوانهم. لا يزال الأقصى في الأسر، لا يزال الأقصى محاصر، لا يزال الفلسطيني يمنع من تعبده، هنالك اعتداء على زماني بمعنى مواعيد صلاتي، هنالك اعتداء على مكاني بمعنى أين أصلي، وهنالك إقصاء لهذا الإنسان. المعركة مستمرة ولم تتوقف.
إذا تمكنا من تثبيت المرجعيات الدينية فقط في معركة المقدسات نحن في المحطة الأولى، ثم نحتاج إلى مرجعيات وطنية بمعنى توحيد هذه العناوين المختلفة الفلسطينية في الحديث عن القدس، تثبيت هذه المؤسسات الفلسطينية. لا نصفق لوحدنا، نحتاج ليس للمال وإنما نحتاج إلى هذا الحضور الآخر معنا في هذه المعركة، أعلامهم، سفاراتهم، مواقفهم، بياناتهم كلها مطلوبة، وأيضا تعرية هذا الصهيوني المقتحم المعتدي على حقوقي. لابد من تعرية الأجندة الإسرائيلية، لا تزال تبحث عن اختراقات وعن عملاء وعن أكاذيب وعن تشويه حقائق لتفتيت هذه الوحدة الوطنية الفلسطينية. أهلا بكم من جديد في ذاكرة فلسطين. نتحدث اليوم عن جدار الفصل العنصري الصهيوني منذ نشأته وحتى اللحظة، في المتابعة. شرعت إسرائيل في بناء حاجز طويل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر بحجة حمايتها وحماية مواطنيها ومستوطناتها من المجاهدين المتسللين. الجدار العازل. بدأت إسرائيل الشروع في بناء جدار الفصل العنصري في 16 من شهر يونيو حزيران من عام 2002. يتشكل هذا الحاجز من سياجات وطرق دوريات، وقد تم نصب أسوار بدلاً من السياجات في المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس، ويمر الجدار بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة مثل قلقيلية يشكل معازل عددها 14 مقطعاً يعزل 64 تجمعاً فلسطينياً يقطنها أكثر من 107,000 فلسطيني. أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 2004 رأياً استشارياً يقضي بعدم شرعية الجدار الفاصل، وصوت 150 بلداً عضواً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي 25 حينها لصالح القرار بعدم شرعية الجدار، بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن خلال هذا الجدار تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من المناطق المعزولة وتعزيز التواجد الإسرائيلي هناك. تسبب الجدار في فقدان الأسر لمصدر دخلها الرئيسي، إما من خلال مصادرة الأراضي والتي تمثل لهم مصدر الرزق الأساسي، أو فقدان العمل بسبب الجدار وسياسة الإغلاق، كما تسبب في تدمير أكثر من 35,000 متر من أنابيب شبكة الري الرئيسية للزراعة وتجريف 10,000 دونم زراعي، وتم اقتلاع 83,000 شجرة زيتون من الروم والمعمر وأشجار الحمضيات. تضررت الكثير من المناطق والمحافظات الفلسطينية بسبب هذا الجدار من حيث مساحة الأراضي المصادرة والمجرفة، وفقدت محافظة قلقيلية 72% من أراضيها الزراعية. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين الذي قدمناه لكم عبر قناة الرافدين. أشكر ضيفي الكريم وضيفي من الضفة الغربية أيضا، وشكرا لكم لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.